بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور أسامة ياسين. هنكمل مع بعض الاندوكراين سيستم، وهناخد النهاردة السوبرا رينال أو الأدرينال جلاند. هنتكلم فيها عن الاستروما اللي احنا خلاص حفظناها، والبرانكيما اللي هي حاجتين في السوبرا رينال جلاند، أدرينال كورتكس وأدرينال ميدال. في الأدرينال كورتكس بنتكلم عن ثلاثة لير، زينو جلوموريولوزا وفاسيكيولاتا وريتيكيولاتا. في المظلة هنتكلم عن 2 types of cells، كرومافين cells وجانجليون cells. يبقى أنا عندي 5 types of cells، لو أحفظهم light, electron and function يبقى أنا كده خلصت السوبرارينال جلاند، والموضوع سهل جدا. كل دي معلومات عامة. عندنا كونكتيف تشو كبسول ونازل منها ترابيكولي، والترابيكولي لها ريت ومعاها ريتيكولار نتورك، لكن البرانكيما بتاعتي بتتكون من 2 glands actually. الجلاند الأولانية بنسميها كورتكس، ودي ميزوديرمال ان اوريجين. الثانيه مختلفه عنها تماما ونسميها مظله، ودي اكتوديرمال ان اوريجين، يعني لها علاقه بالنيرفس تيشو. دي الصوره للسوبرارينال جلاند، الترينجولار ستراكشر ده او البيراميدال ستراكشر ده اللي موجود فوق الكيدني، ده عامل زي الكاب، ده بنسميه السوبرارينال او الادرينال جلاند. لو اخد فيه سيكشن هيبان ترينجولار بالشكل ده، الحته اللي جوه غامقه واللي بره فاتحه، اللي جوه اسميها مظله واللي بره هسميها كورتكس. لو اخد السكشن بالطول بقى بكده زي ما هيحصل دلوقتي، يبقى دايموند ان شيب كده بالشكل ده، يبقى اللي بره دي هو الكورتكس، واللي جوه ده هو المظله، واللي اقدر اميز في الكورتكس 3 زونز. ده سكشن تاني، ما هوش تريانجلر ولا حاجه، لان اخدت السكشن بالطول، فبان جوه المظله وبره الكورتكس اللي فيه دي الكبسول، ودي الزونا جلوموريولوزا، ودي الزونا فاسيكيولاتا، ودي الغامقه دي الزونا ريتيكيولاريس. نكبر الصوره، ادي الكورتكس، ادي الكبسول، وادي الكورتكس، وادي المظله. لو نشوف التفاصيل شويه هلاقي دي الكبسول، خلاص عرفنا دي الكبسول، ودي الزونا جلوميريولوزا، ودي الزونا فاسيكيولاتا، ودي الزونا ريتيكيولاريس. يبقى مره ثانيه بنقول ادرينال كورتكس بتتكون من 3 زونز، جلوميريولوزا وفاسيكيولاتا وريتيكولاريس. مره رابعه وخمسه وسته، زونا جلوميريولوزا صغيره، زونا فاسيكيولاتا كبيره خالص، زونا ريتيكولاريس اصغر حاجه، لكن ده تقريبا قد دي او ربما تكون اكبر منه. طبعا صوره فانتاستيك، الكترون مايكروسكوب سكاننج، الكترون مايكروسكوب علشان نشوف فيه ايه، نشوف فيها الكبسول، ادي الكبسول، وادي الزونا جلوميريولوزا، وادي الزونا فاسيكيولاتا، وادي الزونا ريتيكولاريس، ادي الكبسول، وادي الجلوميريولوزا، وادي الفاسيكيولاتا، وفين الريتيكولاريس؟ ما هيش باينه عندي. مره ثالثه، ادي الزونا جلوميريولوزا، وادي الزونا فاسيكيولاتا، وادي الزونا ريتيكولاريس. يعني نبص كده نلاقي كده دي الزونا جلوميريولوزا، ودي الكبسول اللي فوق دي، ودي الزونا فاسيكيولاتا، ودي الريتيكولاريس. كبيره قوي الريتيكولاريس، بالرغم ان احنا بنقول دي 15% ودي 7%. تعالوا بص على التريانجلر ده، على التريانجل ده، هنلاقي ده الثيكنس بتاعه اصغر من ده، زي ما ده الثيكنس بتاعه اصغر من ده. اقدر احط هنا سيلز اكتر ما اقدر احط هنا سيلز، يعني الفوليوم هنا هيبقى اكبر من الفوليوم هنا. ليه؟ عشان هنا السيركمفرنس بتاعي كبير، الجلاند من هنا السيركمفرنس بتاعها كبير، لكن الجلاند من هنا السيركمفرنس بتاعها صغير، فيبقى الفوليوم هنا اكبر من الفوليوم هنا، بالرغم ان السيكنس هنا اكبر من السيكنس هنا. ده يعني الريتيكولار سيكر زين الجرانيولوزا. بقى بالتفصيل على السيلز بتاعت الزونا جلوميريولوزا، هلاقي السيلز بتاعت الكولامنر سيلز، هيتروكروماتيك نيوكليا، يعني ان اكتف سيل. السيلز ارانجت في ارشز او كلاسترز وي سراوندد بي فينستريتد بلاد كابيلاريز. ده خلاص دي حاجات سهله جدا، دي الزونا جلوميرولوزا، لو اتفرج عليها بالريفرنس بتاعنا الاقي السيلز بتاعتي بتعمل جلوميريولاي بالشكل ده. لو اشوفها بالالكترومايكروسكوب هلاقي الكترون دنس نيوكلياي، ما انا قلت الكلام ده قبل كده، ويل ديفلوبد سموث اندوبلازميك ريتيكولم، شيء طبيعي ان هي ستيرويد سكريتنج سيل. ميني اولينج، كل ده من علامات الاسترويد سكريتنج سيل، الاقي فيها ميتوكوندريا كبيره مع تيوبيولار كريست، لان انا محتاج هاي انرجي برودكشن. الاقي فيه فيو ليبيد دروبلت علشان انا محتاجها ككوليسترول ريسورسز،
اصنع منها الهرمون اللي هو الاسترويد هرمون، وفي نفس الوقت محتاج انرجي عشان يروح للتيوبرا كريستي يطلع منها انرجي عالي. جولجي كومبلكس طبعا هيبقى صغير، والار اي ار هتبقى رودمنتري. الفانكشن بتاعتها بتفرز ايه؟ بتفرز المينرالو كورتيكويد. هذا المينرالو كورتيكويد او الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل صوديوم ريتينشن اند بوتاسيوم سكريشن في الكبد. الزونا جلوميرولوزا تاثير ايه؟ ايه اللي بيعمل لها ريجوليشن؟ سيستم بنسميه رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم او راس، واحنا حافظين الكارديولوجي. لو نبص على الكلينيكال نوت البسيطه دي بنقول لو حصل هايبوتنشن، هايبوتنشن او يقل الصوديوم ليفل في البلاد هيروح للكيدني خليها تطلع الرينين، الرينين هيطلع انجيوتنسينوجين اللي هيتحول في الكيدني الى انجيوتنسين 1. هذا الانجيوتنسين 1 في اللنج بفعل الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم هيتحول الى 2، ال2 هيروح للسوبرا رينال جلاند يطلع منها الالدوستيرون عشان يروح للرينال تيوبيولز يعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن يحسن الهايبوتنشن. طب تعال نخلي ده هايبرتنشن، علشان اعالج الهايبرتنشن اوقف الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم. لما اوقف الانزيم ده الرينين اللي عندي مش هيتحول الى انجيوتنسين 2، وبالتالي مش هيروح للسوبرا رينال جلاند، وبالتالي مفيش الدوستيرون، وبالتالي مفيش صوديوم اند ووتر ريتينشن، يبقى انا عالجت الهايبرتنشن. عشان كده مجموعه الاي سي اي ريس انهبيتورز او الاس انهبيتورز مهمه جدا في الفهم. يبقى احنا كده خلصنا الزونه جلوميرولوزا. تعالوا بقى نتكلم عن الزونه فاسيكولاتا. الزونه فاسيكولاتا بالال ام سبونجيوسايت. يعني سبونجيوسايت يعني تيبيكال استيرويد سكريتنج سيل. يعني شكلها ايه؟ بولي هيدرال سيلز مع راوندد نيوكليوي ارانجت في كولمز او كوردس اللي هي فاسيكلز، عشان كده سميناها فاسيكيولات. الكوردس دي فيها فينستريتد بلاد كان مفيش جديد خالص، لكن السيتوبلازم بتاعها بيبقى شبه السفنجه. ليه؟ علشان الليبيد دروبلتس اللي فيه دابت وانا بحضر الشريحه، فبقى فاكيوليتد سيتوبلازم. نبص كده عليه، هذا الفاكيوليتد، شايف فاكيوليتد سيتوبلازم عامل كما لو كانت سفنجه. يبقى ده سبونجيوسايت. دي السيلز اللي بسميه ايه؟ سبونجيوسايت. نخلي بالنا منها في العمل كويس. يبقى السيلز دي اسمها ايه؟ سبونجيوسايت. ليه هي سبونجيوسايت؟ عشان كان فيها ليبيد. لما جيت احضر الشريحه الليبيد ده داب مني، فبانت الشريحه بالمنظر ده. لكن لو بالالكترون مايكروسكوب بتبقى لارج سنترال بيل نيوكليس برومننت نيوكليولس باي نيوكليس سيلز، ممكن الاقيها اكستنسيف سموث اندوبلازميك ريتيكولم، وطبعا فيها الميتوكوندريا والتيوبيلار كريستي كتير. طبعا الجمله دي بنوديها للالكترون مايكروسكوب اللايت مايكروسكوب. تعالوا بقى نبص على الصوره بتاعتنا. ادي مين؟ السبونجيوسايت. امال ايه ده؟ ده الفات دروبلتس، دي الفات دروبلتس، ودي النيوكليس بتاعته وهي اكتيف نيوكليس، ودي النيوكليولس وهي برومننت نيوكليولس. لو ابص هنا الاقي الميتوكوندريا كتير، ميتوكوندريا اكستنسيف، ميتوكوندريا كتير، ميتوكوندريا كتير جدا. كمان ايه؟ السموث اندوبلازميك دي تكبير لجزء هنا من الخليه دي. الاقي السموث اندوبلازميك ريتيكولم دي دي اكيد الاسترويد سيكريتنج سيل. طبعا دي مغطيه على النيوكليس، انا واخدت التكبير وحطيته هنا. نفس الصوره هنا لو اتفرج عليها كويس واشوف الداتا بتاعتي اللي مكتوبة تحت الصورة علشان أتأكد من الكلام ده. يبقى كده خلصنا الزونة فاسيكيولاتا. بس نعرف الفانكشن بتاعتها. طبعا بتفرز الجلوك، بتفرز الجلوك وكورتيكويدز، مينلي الكورتيزول. الكورتيزول بيأثر على الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والبروتين والليبت. طبعا كلام في الفسيولوجي واضح جدا. الاكتيفيتي بتاع الخليه دي اندر ذا افكت اوف ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون او الاي سي تي اتش. يبقى احنا كده خلصنا الاستروما وخلصنا الزونه جلوميرولوزا والزونه فاسيكيولات. ايه رايكم نروح للزونه ريتيكيولاريس؟ في
فيها ايه بقى الزونة ريتيكولاريس مختلفة؟ مفيش فيها حاجة مختلفة الحقيقة، هي بس مجرد ان هي انستموزنج سيلز معاها البلاد كابيرز ان بتوين. فيها تو تايبز اوف سيلز، في لايت وفي دارك سيلز. الدارك سيلز بيبقى معاها دارك نيوكلياي اسيروفيليك سيتوبلازم، ليه؟ عشان فيها لارج لايبوفيوسين بيجمنت، يبقى دي اول ذا سيلز. لو اتفرج عليها كده هلاقي السيلز بتاعتي معظم دي الدارك سيلز اللي ممكن اشوفها. الحقيقه ما لهاش الكترومايكروسكوبك فيجر في اي تكست، فهنعتمد على الداتا اللي عندنا اللي هي اباندنت سموث اندوبلازميك ريتيكولم، اليمنيتر ميتوكوندريا زي اللي قبلها زي ما حكيت لكم، فيو ليبيد دروبلتس من اللايبوفيسين بيجمنت، سمول جولج لان الجولج هنا بيبقى الوفيو ار ار، ومفيري ريبوسومز قليله جدا. بتفرز ايه؟ بتفرز السكس هرمونز. هذه السكس هرمونز بتبقى ويك فيريلايزنج اند انابوليك افكت اللي هي الاندروجينز. يبقى الاندروجينز اللي بتفرزها الزونا ريتيكيولاريس الحقيقه ما بتهمنيش في الكلينيكال غير ان انا اشوف بيها الهير ديستريبيوشن في الفيميل. دي التاثير الرئيسي للريتيكولار سكس هرمونز او الادرينو كورتيكال سكس هرمونز. يبقى احنا خلصنا الاستروما، خلصنا البرانكيما، ادرينال كورتكس، زونا جلوميرولوزا، فاسيكولاتا وريتيكولاريس، عرفنا كل واحده فيها لايت الكترون فانكشن. نروح للادرينال مظله. الادرينال مظله فيها تو تايبس اوف سيلز. الخلايا الاولانيه بنسميها كروموفين سيلز والثانيه بنسميها جانجليون سيلز. الكروموفين سيلز دي ار بوليهيدرال سيلز موجوده في جروبس في الاستريت بلاك كابيرس، خلاص حفظناها. انيرفيتد باي بري جانجليونيك سمباثيك فايبر، يعني هي تعتبر البوست سينابتيك نيورون. هي مين؟ الكروموفين سيل. طب هل ليها اكسون ودندرايت؟ لا، ملهاش لا اكسون ولا دندرايت، علشان كده السيلز بتاعتنا تعتبر نيرف سيل من غير اكسونز ولا دندرايت. طب بتفرز ايه؟ بتفرز الادرينالين والنور ادرينالين. طب دول ستيرويد هرمونز؟ لا 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 خالص، دول عباره عن امينو اسيد ديريفاتيفز هرمون. عشان كده السيتوبلازم بتاعي فيه فاين جرانيولز اللي ستيند باي الكروميوم سولت، عشان كده بنسميها كروما فين سيلز. ليه؟ لان هي بوزيتيف كروما فين رياكشن. دي اللي هي الكروما فين سيل، بس انا سابغها بالهيماتوكسيدين والايوسين عادي خالص. يبقى السيلز بتاعتي شايف النيوكلياي كما لو كان فيها فراغات، دي بسميها فيزيكولار نيوكلي. وعلى فكره دي واحده من المميزات النيرف سيل. يبقى اذا اللي قدامي دي مجموعه من النيرف سيل بس مالهاش لا اكسون ولا دندرايت. اهم ما يميزها باللايت هي حكايه الفيزيكولار نيوكلس اللي انا شايفها دي. النيوكلس تبان كما لو كان فيها فراغات من كتر ما الخليه بتاعتي فيري اكتف سيل. عشان كده لو نبص كده بالاي ام، فيري اكتف برومننت جولجي اباريتس، برومننت ار ار، ميتوكوندريا كبيره، فري ريبوسومز كتيره جدا. طبعا انا بصنع كميه كبيره من الادرينالين والنور ادرينالين. اقدر اميز بالالكترون مايكروسكوب خلايا اللي بتفرز الادرينالين من الخلايا اللي بتفرز النور ادرينالين؟ الاجابه يس. في الادرينالين الاقي هوموجينس فيزيكلز ليس الكترون دنس، لكن في النور ادرينالين لارج فيزيكل وايه والكترون دنس كور. يبقى دي بتبقى الالكترون دنس بتاعتها اقل من دي. يا سلام، يعني ممكن اشوفها طبعا. تعالوا نشوف الالكترون مايكروسكوب. ايه رايكم دي الابنفرين سيكريتنج سيل ودي نور ابنفرين سيكريتنج سيل؟ الجرانيولز فين؟ دنس اكتر، هنا دنس اكتر. الاثنين طبعا ليهم ممبرين اهي، لكن هنا الدنستي اكتر من هنا. يبقى دي نور ابنفرين ودي ابنفرين سيكريتنج سيل. في نوع تاني من الجانجلين سيل، من السيلز موجوده في السوبر رينال مظله، بسميها جانجلين سيل. هذه السيلز ممكن تكون موجوده في جروبات او موجوده سنجل، لكن على اي حال ليها الكاركترستكس بتاعت الاوتونوميك جانجلين سيل. حتى لما نيجي نشوف على التكست بتاعنا ونلاقي السيلز دي اللي هي الجانجلين سيلز دي ليها ايه؟ ليها اكسون. ليها اكسون اكستند بريفر عشان يوصل لمين؟ يوصل للكورتكس.
تيوموليت اس سيكريتري اكتيف. طبعا ده كلام مكتوب في التكست محتاج يتراجع مره تانية لكن التكست ده ريفرنس. وممكن تعمل انرفيشن للبلاد فيز وممكن تطلع بره الجلاند علشان تمشي مع السبلانكينك نيرف انرفيتنج الابدومينال اورجنز. ده الكلام اللي بيتقال على الجانجليون سيلز. تعالوا كده نلخص نشوف الجدول الجميل ده اللي بيلخص لنا القصه كلها وانا مش هقوله لكن محتاجين نقف عنده شوي. احنا عندنا كام هرمون؟ ده الادرينال كورتيك بيطلع المينرالو كورتيكويدز. بيطلع المينرالو كورتيكويد ده عباره عن استيرويد هرمون والجلوكو كورتيكويد والجونادو كورتيكويدز الثلاثه استيرويد هرمون وكلهم بيطلعوا من الكوليسترول فبنسميهم كوليسترول ديريفاتيفز. السورس الخلايا اللي بتصنعه زونا جلوميرولوزا فاسيكولاتا ريتيكولاريس. بيشتغلوا فين؟ الالدوستيرون هنشوف بيشتغل على الالكترولايت هيموستيزيس. الجلوكوكورتيكويز بيشتغل على الميتابوليزم. الجونادوتروفينز هيشتغل فين؟ نبص كده ديفلوبمنت اوف اكزيلر اند بيوبيك هير ات بيوبرتي ان وومن. بيعمل ماسكولايزنج افكت لكن التاثير بتاعه ضعيف جدا حتى نقدر نقول عليه ان سيجنيفيكانت. يبقى دي بالنسبه للثلاثه هرمونز ودي الثري تايبس اوف سيلز ودي الفانكشنز بتاعته. لكن لو هنتكلم عن الادرينال المضله فبنطلع النورابينفرين اند ابينفرين. دول استيرويد؟ لا 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 دول امينو اسيد ديريفاتيفز. بيطلعوا منين؟ من الكروماتين سيلز مش من الجانجلين سيل. يبقى بيطلعوا من الكروماتين سيل عشان لهم سيمباثوميميتك اكشن. كلام سهل جدا. طب تعالوا كده نفترض الجدول ده لان ده ممكن يبقى سؤال جميل في الامتحان على فكره. زونا جلوميرولوزا دي السيلز بتاعت السوبرا رينال جلاند. دونا جلوميرولار سيل فاسيكولاتا سيل ريتيكولار سيل كروماتين سيل جانجلين سيل. هنتكلم عن اللايت مايكروسكوب والالكترو مايكروسكوب والفانكشن بتاعه كل خليه. اظن افتكر لو الجدول ده كملناه يبقى احنا قدرنا نجمع مع بعض السوبرا رينال جلاند نظري وعملي والام سي كيو في الكتاب. ثانك يو.